يجمع كثير من المراقبين على أن قارة أفريقيا قادرة على حصد كثير من المكاسب من انعقاد قمة أفريقيا روسيا، والتي شكل انطلاقها في حد ذاته مكسبا، كون القمة تعبر عن مدى التنافس الدولي لكسب ود القارة السمراء، سواء من روسيا أو غريمتها الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى الصين، كأحد أبرز تداعيات مرحلة ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي أعادت من جديد اكتشاف موقع الأفارقة في تشكيل النظام الدولي الجديد. أما عن روسيا وأفريقيا، فوريثة الاتحاد السوفيتي السابق لديها اهتمام كبير بالقارة يعود لأكثر من 20 سنة، لكن الأهمية تزايدت مع المحاولات الغربية لعزل موسكو عن العالم كنوع من العقاب على التدخل العسكري في أوكرانيا. ومن هنا نجد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حريصا على دفع التعاون مع القارة في كافة المجالات، والتي ترجمت عمليا وبشكل واضح خلال أعمال قمة روسيا أفريقيا، حيث أعرب الرئيس الروسي خلال القمة عن استعداده لتقديم كل ما يلزم من مساعدة للقارة الإفريقية في مواجهة أزمة الحبوب التي تتمخض عن تعليق موسكو مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الروسية، بل وتقديم الخبرة اللازمة لدول القارة من أجل زيادة الإنتاج الزراعي، حيث قرر الرئيس الروسي منح 6 دول إفريقية حبوبا مجانية بمعدل 50,000 طن لدول الصومال وزيمبابوي وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى وإريتريا ومالي. وفي إطار العمل على تعزيز التعاون مع دول القارة، كشف الرئيس الروسي بوتين عن عزمه بالتعاون مع مصر إنشاء منطقة صناعية بالقرب من قناة السويس يتم فيها توزيع البضائع المنتجة في روسيا إلى دول القارة السمراء، كما تشمل المكاسب أيضا قيام روسيا بإصدار إعفاءات تجاه ديون بعض الدول الإفريقية لتتعدد بذلك مكاسب القارة السمراء بين سياسية واقتصادية. السادة المشاهدين، مساء الخير من سان بطرسبرغ، نقدم آخر حلقاتنا الخاصة من برنامج 90 دقيقة. قدمنا هذه التغطية على مدار 4 حلقات للقمة الأهم عالميا، وهي قمة روسيا إفريقيا اللي انتهت أحداثها اليوم بمخرجات هامة لعلها تحدث ما يمكن وصفه بإعادة الأمور إلى نصابها، ولعل الحدث الأهم هو ما أسفرت عنه القمة في أمر الغذاء والحبوب، وهو الأمر الذي عانى منه بلاد إفريقية كثيرة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث وعد الرئيس بوتين مد الدول المتضررة من نقص الحبوب بمدها بما يلزمها من الحبوب وبخاصة القمح حتى لو بالمجان، تنفيذا لتوصية القمة السابقة بتوفير الغذاء اللازم للدول الإفريقية. وشدد بوتين على أن موسكو ستعمل على بذل كل ما بوسعها لمواصلة توريد الحبوب والغذاء والأسمدة إلى الدول الإفريقية، لافتا إلى أن موسكو تعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا بشكل نشط، سواء كان ذلك مع كل دولة على حدة أو مع منظمات التكامل الإقليمي بما في ذلك الاتحاد الإفريقي. وأكد بوتين أنه على يقين من أن قرارات القمة والمنتدى وكذلك العمل المشترك والمتعدد الأوجه ستعمل على زيادة تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الإفريقية لمصلحة بلدنا وشعوبنا. انفراجة كبيرة في مشكلة في غاية الأهمية أن يتم حلها من الدول التي عانت من ويلات تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. ونحن ما زلنا نتذكر ونكرم المناضلين الأفارقة الآخرين من أجل الحرية والزعماء الوطنيين، فبالاستناد إلى مبادئ العدالة والمساواة دفع هؤلاء عن طريق مستقل للتنمية وفي حالات كثيرة بثمن حياتهم. إن هذه المسل للحرية والاستقلال والسيادة مهمة جدا الآن في الظروف الصعبة الأخيرة للهزات الدولية، عندما يستمر تشكيل نظام متعدد الأقطاب وعهد زعامة دولة أو مجموعة من الدول فتذهب إلى الماضي
بدون مقاومة أولئك الذين تعودوا على سيطرتهم على شؤون دولية. لذلك ليس من قبيل الصدفة أن القمة الثانية روسيا إفريقيا تجري تحت الشعار من أجل السلام والأمن والتنمية، وتركز ليس فقط على مسائل توسيع التعاون الاستراتيجي الروسي الافريقي، بل وكذلك على محاور اخرى منها الاستقرار العالمي والاقليمي وتوطيد التنميه للقاره وتوطيد سيادة الدول الإفريقية. روسيا ودول إفريقية تدعو وتقف معا من أجل بناء هندسة جديدة أكثر عدلا للنظام العالمي، وتزود بجهود مشتركة عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتنسق مواقفها من أجل من أهم المسائل الأجندة الدولية. مواقفها قريبة ومتشابهة، يدل على ذلك الأحكام الرئيسية للبيان السياسي الذي تم إعداده للموافقة عليها في هذه القمة. ويتسع التعاون الروسي والإفريقي لمواجهة خطر الإرهاب. نحن نعمل ضد استغلال موضوع المناخ وحماية حقوق الإنسان وما يسمى بالأجندة أجندة الأجناس لأغراض سياسية غير لائقة. نحن لا نقبل عقوبات وحيدة الجانب وغير ذلك من الإجراءات التي تلحق الضرر بدول التي تمارس النهج المستقل. لا يمكننا أن نوافق على استبدال القانون الدولي بما يسمى بنظام قائم على القواعد، حيث أن الغرب هو الذي أعلنها وهو الذي يعيد النظر فيها ويغيرها لمصالحها الخاصة. وأهم شيء أن روسيا وإفريقيا تربطهما سعي فطري للدفاع عن السيادة الحقيقية والحق في طريقها الأصيل للتنمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. مثل هذا السعي للاستقلال والسيادة لا يعني العزلة الذاتية، بل يقصد به الانفتاح والتعاون بين الدول والشعوب الحرة، الدول المتكافئة في حقوقها. إن السيادة ليس بحالة تم تحقيقها مرة واحدة، لابد من النضال من أجلها. أود أن أذكركم بما قاله نيلسون مانديلا: لا تحكموا علي انطلاقا من نجاحاتي، بل احكموا علي كم مرة كنت أسقط وأنهض من جديد. نفس الشيء ينطبق على سيادة الدولة، لابد من الدفاع عنها، ولابد أن يكون هناك صمود ورفض التنازل تحت الضغوط الخارجية والمشاركة في تشكيل نظام متعدد الأقطاب القائم على مساواة الدول. وروسيا وإفريقيا متضامنة مع بعضها البعض. أود الإشارة إلى أن القارة الإفريقية تصبح مركزا جديدا للقوى، يتزايد دورها السياسي والاقتصادي، ويجب على الجميع أن يأخذوا بعين الاعتبار هذا الواقع الموضوعي. إذا أخذنا على سبيل المثال مبادرة عدد من الدول الإفريقية حول التسوية الأوكرانية، إنها مسألة حادة ملحة، وهذا يدل على أشياء كثيرة، لأن أي مهام وبعثات الوساطة كانت تسيطر عليها بلدان ذات ما يسمى بالديمقراطية المتطورة. أما الآن فإن إفريقيا على استعداد لحل القضايا التي تتواجد كما يبدو من أول وهلة خارج منطقة مصالحها. تتزايد سمعة المنظمات الإفريقية الإقليمية
وبالدرجة الأولى الاتحاد الإفريقي. روسيا دعمت مبادرة منح الاتحاد الإفريقي مكانة في مجموعة العشرين، وكان ذلك قرارا صحيحا يعكس الواقع وتوازن القوى في العالم المعاصر. نحن منفتحون للتعاون مع منظمات تكاملية إقليمية أخرى. عقدنا يوم أمس لقاء خاصا مع قيادتها، طرحنا مبادرة بشأن إقامة التعاون بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمنطقة الإفريقية للتجارة الحرة. وطبعا نحن نؤيد سعي الدول الإفريقية للمشاركة على نطاق واسع في نشاط منظمة الأمم المتحدة، ونحن نرى موقفا فعالا في هذا الاتجاه من قبل الاتحاد الإفريقي. نحن على استعداد لدراسة مقترحات خاصة بتوسيع تمثيل الأفارقة في مؤسسات الأمم المتحدة، بما في ذلك في سياق إصلاح مجلس الأمن الدولي. ونعتقد أن الوقت قد حان لتصحيح غياب العدالة تاريخيا تجاه القارة الإفريقية. الزملاء الكرام، لابد من أن نعترف بأن الوضع في العديد من المناطق الإفريقية مازال غير مستقر. لم يتم تسوية النزاعات والصراعات القومية والإثنية، تبقى حتى الآن الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي بمثابة ورثة للنظام الاستعماري ونهج فرق تسد. وتعرقل تطور القارة كل من الإرهاب ونشر التطرف والقرصنة والجريمة المنظمة. روسيا تهتم بالتعاون الوثيق بين هيئات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية الخاصة لروسيا وبلدان إفريقيا. إننا نعتزم أن نقوم في المستقبل أيضا بتدريب العسكريين وموظفي هيئات إنفاذ القانون للدول الإفريقية في المؤسسات التعليمية الروسية. إننا نطور الشراكة في المجالات العسكرية والتقنية. لقد عقدت روسيا اتفاقيات التعاون العسكرية التقني مع أكثر من 40 دولة إفريقية نزودها بأسلحة وعتاد، والجزء من هذه التوريدات يأتي على أساس مجاني. الزملاء والأفارقة يشاركون في المنتديات العسكرية التقنية وفي التدريبات التي تقوم بها روسيا، حيث يطلعون على نماذج الأسلحة والعتاد الحربي وتجربة استخدامها. اهتمام روسيا بإفريقيا يتزايد باستمرار، ما يتمثل في خطتنا لزيادة الحضور الدبلوماسي في القارة. نحن على استعداد لإحياء أو فتح المزيد من المؤسسات الروسية في الخارج، وكذلك زيادة ملاك الموظفين في عدد من السفارات القائمة الآن، وكذلك لتوسيع الصلات في المجالات الإنسانية والثقافية والسياحية. سوف تعود إلى نشاطها قريبا سفارتان روسيتان في كل من بوركينا فاسو وفاسو وغينيا الاستوائية. نخطط لتوسيع شبكة المراكز الروسية للعلوم والثقافة، وفي القريب العاجل سوف تظهر هذه المراكز في عدد من بلدان أخرى. ونحن سنرحب بخطوات مماثلة من قبل أصدقائنا الأفارقة. أيها الأصدقاء الأعزاء، الآن بالطبع تطرق باختصار إلى التعاون الاقتصادي والإنساني مع إفريقيا. القمة التي جرت يوم أمس تدل على أن روسيا والبلدان الإفريقية تريد توطيد التعاون في هذه المجالات. وطبعا لدى رجال أعمالنا
ما يتقدم به ويعرض على زملائهم المحترمين من إفريقيا. التبادل التجاري مع إفريقيا يتزايد باستمرار، وهذا المؤشر يعتبر بمثابة هدف لابد أن نضعه نصب أعيننا. فزيادة التبادل التجاري وتنويعها سوف يساعد على ذلك الانتقال والتحول في المعاملات إلى عملات محلية، ونحن ندرك أهمية بالغة لتزويد البلدان الإفريقية بالمواد الغذائية لدعم الاستقرار السياسي. ومن هنا فإننا نزيد من إمدادات الحبوب إلى إفريقيا. في العام الماضي تم إرسال 11.5 مليون طن، وفي خلال النصف الأول من السنة الجارية 10 ملايين طن آخر، وهذا بالرغم من العقوبات غير الشرعية والتي تعقد توريد الغذاء الروسي. أود الإشارة مرة أخرى إلى أنكم يمكن أن تكونوا على ثقة بأن روسيا سوف تبقى موردا موثوقا للمنتجات الزراعية. سوف نورد حبوبنا وغيرها من أنواع الغذاء على أساس مجاني في إطار البرنامج الغذائي للأمم المتحدة. يوم أمس أعلننا أننا سوف نورد 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب خلال الأشهر الثلاثة القادمة لكل من الدول الإفريقية الست على أساس مجاني. سوف ندعم الدول الإفريقية في إنشاء فروع حديثة للإنتاج والقطاع الزراعي. فمثلا في الفترة ما بين 2020-2023 تم تحقيق 11 عمل إنسانيا في 10 بلدان إفريقية. لقد كنا أوائل من مد يد العون إلى دول القارة في أثناء تفشي جائرة كورونا، ونقلنا إليها الملايين من المختبرات الطبية. روسيا تشارك أيضا في الجهود المبذولة من أجل تخفيف أعباء الديون المستحقة على البلدان الإفريقية. فمجموع الديون المشطوبة يبلغ 23 مليار دولار، كما أننا سوف نخصص أكثر من 90 مليون دولار لنفس الأهداف. وفي ختام كلمتي أود الإشارة مرة أخرى إلى أننا مستعدين جنبا إلى جنب مع دول والأصدقاء الأفارقة أن نعمل من أجل المستقبل وبناء شراكة استراتيجية متبادلة النفع معها. نقيم العلاقات مع كل دولة إفريقية، ونحن نثق بالمستقبل الناجح لهذه العلاقات في عالم متعدد الأقطاب. شكرا على إصغائكم. اجتذبت أعمال قمة روسيا أفريقيا التي انطلقت أمس بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا من قبل وسائل الأعلام الدولية. لما لا، والقمة تأتي في وقت يتصاعد التنافس الدولي من أجل استقطاب الدول القارة السمراء في ظل نظام عالمي جديد يتشكل، كانت الحرب الروسية الأوكرانية العامل الرئيسي في تحريكه. أبرز تلك التعليقات كانت من شبكة دوتشفيلا الألمانية، والتي قالت إن قمة روسيا أفريقيا تنطلق
الحقيق ومن المحتمل أن تكون حرب أوكرانيا مسيطرة بشكل كبير على جدول أعمالها، فضلا عن موضوعات أخرى ذات أهمية مثل شحنات الحبوب ومسائل الأمن والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا. راديو فويس أوف أمريكا الأمريكي بدوره كانت القمة حاضرة ضمن تغطياته، وأشار إلى أنه مع انطلاق قمة روسيا وإفريقيا في سان بطرسبورغ، فقد وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنح 6 دول إفريقية الحبوب وتصدير ما يكفي من الحبوب لتعويض نقص الحبوب الأوكرانية في السوق. أما شبكة CNN الأمريكية فقد سلطت الضوء على خطاب الرئيس الروسي خلال القمة، لافتة إلى أن بوتين قد هاجم الدول الغربية خلال خطابه، كما ألقى باللوم على العقوبات الغربية في زيادة انعدام الأمن الغذائي العالمي. وكالة أنباء رويترز بدورها أشارت إلى ما كتبه وأعلنه وزير الخارجية الصومالي من أن روسيا قررت تخفيف ديون مقديشيو لها بأكثر من 684 مليون دولار في اتفاق تم الانتهاء منه على هامش قمة روسيا أفريقيا في سان بطرسبورغ. أما وكالة أنباء سبوتنيك الروسية فقد سلطت بدورها الضوء على اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، والذي جرى خلاله استعراض أولويات الرؤية المصرية تجاه الشراكة الإفريقية الروسية، فضلا عما أعلنه الرئيس الروسي بشأن إنشاء منطقة صناعية بالتعاون مع مصر بالقرب من قناة السويس لتوزيع البضائع المنتجة فيها إلى دول القارة السمراء. أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بتعظيم المنافع من امتلاك مصر قناة السويس، الممر الملاحي الحيوي في العالم، وذلك عبر فكرة إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة في هذه المنطقة بهدف خلق بيئة عمل جاذبة للمستثمرين وتستقطب الشركات العالمية، في ظل أنها ستصبح قادرة على الاستيراد والتصدير بسلاسة، حيث يهدف إقامة المنطقة الصناعية في قناة السويس إلى تطوير 6 موانئ وتوفير الخدمات اللوجستية المهمة وتقديم الخدمات اللازمة للسفن مثل الصيانة والتزويد بالوقود وإصلاحها كذلك. وقد فتحت الدولة في هذا الإطار الباب أمام من يرغب في التعاون من أجل إقامة تلك المناطق الصناعية، وهو ما ظهر أمس في كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تحدث عن التعاون مع مصر لإنشاء منطقة صناعية روسية في المستقبل القريب عند قناة السويس، والتي تستهدف توزيع البضائع المنتجة إلى الدول الإفريقية. وألفت الرئيس الروسي إلى أنه تحدث في مصر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعرب عن تمنيه بأن يتم إنشاء تلك المنطقة الروسية قريبا. وجاءت تصريحات الرئيس الروسي خلال قمة روسيا أفريقيا لتؤكد نجاح الخطط المصرية لتطوير قناة السويس وإقامة المناطق الصناعية عندها، ولم تكن روسيا وحدها التي انجذبت إلى تلك الأفكار، فقبل فترة أبرمت مصر صفقات استثمارية مع شركات صينية تزيد قيمتها على 8 مليار دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقد تم بناؤها بشكل مشترك من قبل حكومتي الصين ومصر كجزء من مبادرة الحزام والطريق، وهي خطة البنية التحتية العالمية لبكين. وتم بناء المنطقة التي تغطي أكثر من 455 كيلو مترا مربعا من قبل منطقة تيانجن للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية تيدا، ومنذ ذلك الحين جذبت مئات الشركات معظمها صينية. وداخل المنطقة أنشأت الصين 7.34 كيلو متر مربع منطقة صناعية تعرف باسم مدينة تيدا، وهي مشروع مشترك تموله شركة يانجن تيدا للاستثمار القابضة المحدودة وصندوق التنمية الصيني الإفريقي. يأتي هذا فيما تسعى الدولة إلى تقديم كافة التسهيلات والحوافز الضريبية والاستثمارية لجذب المستثمرين وتحقيق أقصى استفادة من هذا الممر التي يمر خلالها أكثر من 10% من التجارة العالمية. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان نشاطه مكثف خلال القمة، عمل دؤوب وحراك مستمر ولقاءات مكثفة ولا وقت للراحة، ده كان شعار السيد الرئيس في تقريرنا القادم. عرض لنشاط السيد الرئيس من لحظة وصوله إلى سان بطرسبورغ وطوال القمة. نشاط
نشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الأيام الثلاثة الماضية استهله بزيارة لمدينة سان بطرسبرغ بروسيا الاتحادية بعدما غادر البلاد يوم 26 من شهر يوليو للمشاركة في القمة الإفريقية الروسية التي تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة. وفور وصوله إلى روسيا التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي رحب بزيارة السيد الرئيس إلى روسيا، مشيدا بالدور الهام للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطلاق النسخة الأولى من القمة الروسية الإفريقية. كما أشار الرئيس بوتين إلى الأهمية التي يوليها لاستمرار التنسيق والتشاور مع السيد الرئيس بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتقديره لدور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي ثاني أيام الزيارة شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الذي يعقد على هامش أعمال النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية المنعقدة بمدينة سان بطرسبرغ. كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع مع قادة الدول الأفارقة لمبادرة الوساطة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية. وعلى هامش انعقاد القمة الإفريقية الروسية الثانية التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، حيث أكد السيد الرئيس على تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، خاصة ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري. وفي اليوم ذاته شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في غداء عمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك إلى جانب رؤساء الدول والحكومات الأفارقة من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية المختلفة. وفي اليوم الثالث ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته في الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس اتحاد جزر القمر ورئيس الاتحاد الإفريقي، أصحاب الفخامة رؤساء دول وحكومات قارتنا الإفريقية، السيدات والسادة، أود في البداية أن أعرب لفخامة الرئيس بوتين عن تقديرنا البالغ لحفاوة الترحيب وكرم الضيافة. ويسعدني أن أتوجه اليوم في الدورة الثانية للقمة الروسية الإفريقية التي تشرفت إلى جانب الرئيس بوتين بإطلاق نسختها الأولى بشكل مشترك عام 2019 خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، حيث صاغ هذا المسار إطارا مؤسسيا مستداما يليق بحجم وعمق الشراكة التاريخية التي تجمع بين الدول الإفريقية وروسيا. وتأتي قمتنا اليوم في ظرف دولي بارغ التعقيد، مناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب والتغيرات التي بدت تمس القواعد الرئيسية والتي يبني على أساسها نظامنا الدولي بمفهومه الحديث. وتقف دولنا الإفريقية في خضم ذلك لتواجه عددا ضخما من التحديات التي لا تؤثر فقط على قدرتها على استكمال مسارها التنموي، وإنما تهدد محددات أمنها وحقوق الأجيال القادمة. وبحيث باتت شعوبنا تتساءل بشكل مشروع عما لدينا من أدوات وما نقوم به من إجراءات للتصدي لهذه التحديات وتأمين مستقبل آمن لهم. السيدات والسادة، إن مصر كانت دوما رائدة وسباقة في انتهاج مسار السلام، سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن، فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي حملت لواء نشر ثقافته إيمانا منها بقوة المنطق لا منطق القوة، وبأن العالم يتسع للجميع. واسمحوا لي من هذا المنبر وبمناسبة قمتنا اليوم أن أطرح عليكم رؤية مصر بشأن الظرف الدولي الراهن وكذا أهم المحاور التي نقدر أهمية التركيز عليها كأساس لتعميق التعاون القائم تحت مظلة شراكتنا الاستراتيجية. أولا، إن الدول الإفريقية ذات سيادة وإرادة مستقلة وفاعلة في مجتمعها الدولي، تنشد السلم والأمن وتبحث عن التنمية المستدامة التي تحقق مصالح شعوبها أولا، وتعين أن تبقى بمنأى عن مساعي الاستقطاب في الصراعات القائمة. ثانيا، إن صياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة في عالمنا اليوم يتعين أن تتأسس
على أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك التسوية السلمية للنزاعات والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، بجانب ضرورة التعامل مع جذور ومسببات الأزمات، لا سيما تلك المتعلقة بمحددات الأمن القومي للدول، وكذا أهمية الامتناع عن استخدام الأدوات المختلفة لإزكاء الصراع وتعميق حالة الاستقطاب، ومن بين ذلك توظيف العقوبات الاقتصادية خارج آليات النظام الدولي متعدد الأطراف. ثالثا، ضرورة الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية وعلى رأسها دول القارة الإفريقية فيما يتعلق بتداعيات شديدة الوطأة على اقتصاداتها جراء الصراعات والتحديات القائمة، وبالتحديد في محاور الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة. وأؤكد في هذا الشأن أهمية إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد إفريقيا على تجاوز هذه الأزمة، مع البحث عن آليات التمويل المبتكرة تدعم النظم الزراعية والغذائية في إفريقيا. وأنني لا أتطلع إلى التوصل لحل توافقي بشأن اتفاقية تصدير الحبوب يأخذ في الاعتبار مطالب كافة الأطراف ومصالحهم، وهذا حدا للارتفاع المستمر في أسعار الحبوب. رابعا، تحتم التطورات الدولية المتلاحقة وتداعياتها التي باتت تمس كافة أرجاء عالمنا وجود صوت إفريقي مؤثر وفعال داخل المحافل الدولية القائمة، وبما يعمل على إيصال موقف الدول الإفريقية ويحقق القدر المطلوب من التوازن عند مناقشة القضايا ذات التأثير المباشر على مصالحها. وأنني أعرب هنا عن تطلع مثل أن تحظى المطالب الإفريقية في إطار مجموعة العشرين، وكذا مساعي إصلاح المؤسسات التمويلية الدولية بدعم الشريك والصديق الروسي. السادة الحضور، إن الوثائق التي ستصدر عن قمتنا اليوم تثبت وبحق عمق العلاقات الاستراتيجية والروابط المهمة التي تجمع دولنا الإفريقية بالجانب الروسي، فضلا عن الآفاق الواسعة لتعزيز العلاقات القائمة بيننا، لا سيما في مجالات محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها تعزيز السلم والأمن ومكافحة مهدداته، وكذا تفعيل مسارات التنمية الاقتصادية بالتركيز على قطاعات البنية التحتية والتصنيع الزراعي والتحول الصناعي بالاستفادة من التكنولوجيا الروسية، هذا بالإضافة لتعزيز الصلات الثقافية والروابط التاريخية بين شعوبنا. وأنني أؤكد في هذا الصدد التزام مصر باستمرار انخراطها بشكل جاد ومخلص في جهود تعميق شراكتنا الاستراتيجية، إيمانا بالفرص ومساحات التعاون الواسعة القائمة في إطارها، وذلك من خلال تسخير الأدوات والإمكانات المصرية على المستوى الوطني عبر تفعيل التعاون القائم بين الشركات المصرية ونظيراتها الروسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى المستوى القاري من خلال رئاسة مصر للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية النيبان، وكذا ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الإفريقي لتدعيم جهود تعزيز السلم والأمن وتحقيق التنمية. وختاما، أتقدم بالشكر مرة أخرى لروسيا ولفخامة الرئيس بوتين على عقد هذا المحفل، وأعرب عن التطلع لاستمرار التنسيق في إطار الشراكة المحورية القائمة بيننا، متمنيا للشعب الروسي وكافة الشعوب الأفريقية دوام التقدم والازدهار، وشكرا. بكم مشاهدينا، تنطلق خلال يومين أعمال القمة الروسية الأفريقية الثانية بعد نجاح القمة الأولى في 2019 في تعزيز العلاقات بين روسيا وقارة إفريقيا.
طبعا بتنعقد هذه القمة في ظروف دولية معقدة، لكنها تحمل الكثير من الأمال في تحقيق الكثير من المصالح المشتركة لجميع الأطراف. وإحنا في روسيا في أولى لقاءاتنا أو تغطيتنا المستمرة على قناة المحور لفعاليات القمة، نتشرف بلقاء السفير نزيه النجاري سفير مصر في روسيا، وهو أحد القامات والخبرات الدبلوماسية الكبيرة، لنتكلم عن أجندة وأهداف القمة الأفريقية الروسية وما تحمله من آمال خلال الأيام القادمة. برحب بحضرتك معالي السفير. أهلا بحضرتك في السفارة وفي موسكو وفي روسيا بشكل عام. أهلا بحضرتك وشكرا على حسن الاستقبال. الله يحفظك. نبدأ. عندي الحقيقة عدة محاور عايزة أتكلم فيها مع سيادتك. أول محور عايزة أتكلم فيه إنه القمة الروسية الأفريقية، إيه أهم الموضوعات اللي موجودة على الأجندة اللي هتناقش فيها؟ هي القمة، قمة روسيا أفريقيا هي الثانية بعد القمة الأولى سنة 2019 اللي رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس بوتين، وهي قمة بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي، بصفته كان في ذلك الوقت رئيس الاتحاد الأفريقي، وهي قمة، ويعني هذه القمة أيضا يعني أهدافها بشكل أساسي طبعا إلى جانب يعني التفاهم أو التقارب السياسي بين روسيا والقارة الأفريقية اللي تم التعبير عنه في القمة الأولى، واللي هو مرتبط بعلاقات تاريخية بشكل أساسي بين الدول الأفريقية وبين روسيا، إنما هو أيضا هي أيضا قمة ذات أهداف اقتصادية وتنموية، في خصوصا في يعني الظروف الاقتصادية اللي بيمر بها العالم حاليا. روسيا دولة عندها قدرات وإمكانيات كبيرة في المجال الاقتصادي وفي المجال التنموي، وبتحاول انها يعني توفر هذه القدرات للقارة الافريقية والدول الافريقية للاستفادة منها في مجال التنمية كل في طب اسمعني حضرتك، يعني هل القمة الافريقية اللي انعقدت مسبقا في 2019 هل حققت يعني غرضها؟ بالتأكيد يعني هناك أهداف بتسعى الدول الأفريقية وروسيا لتحقيقها. احنا بنشوف انه التبادل التجاري بين روسيا وأفريقيا زاد يعني خلال السنوات الأربعة الأخيرة، بعض الأرقام بتشير الى وصولها ل 18 مليار دولار سنويا من حوالي 13 او 14، وبالتالي في زياده في التبادل التجاري، في مشروعات كبيره بيتم اقامتها بمعرفه روسيا وبخبرات روسيه زي مشروع الضبعه اللي بيتم تنفيذه في مصر ولتوليد الكهرباء في المنطقة الصناعية، في عدة مشروعات، وبالتأكيد طبعا يعني بالنسبة لحالة مصر في السياحة، يعني في تنوع كبير في العلاقات، وهذه القمم بالتأكيد بتساعد في تعزيز ده هيخدت بقى يعني السؤال المهم، هي روسيا عايزة ايه من افريقيا؟ روسيا الحقيقة دولة يعني منذ أيام الاتحاد السوفيتي كان لها دور كبير في حركات التحرر الأفريقية وفي علاقات تاريخية قائمة بين الاتحاد السوفيتي اللي كانت روسيا هي يعني اللاعب الرئيسي داخله وبين الدول الأفريقية، وده أدى إلى يعني لأن المشروعات التنموية دي مش بس السنوات اللي فاتت الأخيرة، ولكن كان في تعاون كبير نذكر منه يعني السد العالي هو الأشهر، ولكن هناك مشروعات كثيرة وصناعات كثيرة نمت بمساعدة روسيا، هناك مساعدة ودعم الحقيقة كمان للقوات المسلحة على مر السنين، ففي ارتباطات كبيرة على وده ينطبق على دول أفريقية عديدة، وبالنسبة لدول أفريقية كثيرة أيضا بتتعاون في نفس الأطر دي مع روسيا، وبالتالي هي علاقة تاريخية ومستمرة
وممتدة. روسيا بالتأكيد بتسعى لدعم الدول الأفريقية في خططها التنموية، ولكن أيضا ده بيدي مساحة حركة لصادرات روسيا، لصناعات روسيا، بيديها أيضا دور على الساحة الدولية من خلال علاقتها بالقارات المختلفة، والقارة الأفريقية قارة تتوسط الشرق والغرب، وقارة لها دور كبير، دور جيوسياسي كبير، وده أمر يعني بيهم روسيا أنها تكون على علاقة وطيدة بالقارة. بس اسمح لي سيد سفير، يعني أنا ملاحظة أن في قمم كتير انعقدت يعني مثلا يابانية أفريقية، مثلا قمة صينية أفريقية، أفريقية أمريكية. مظبوط. هو في خلال العشر سنين اللي فاتوا الحقيقة يعني من بلاد الكبرى اهتمام وتوجه إلى أفريقيا، فهل هم مثلا يعني اكتشفوا أفريقيا أخيرا مؤخرا؟ يعني في سؤال هنا بيطرح نفسه. يعني القارة الأفريقية بدأت الحقيقة تنمو وتتطور في السنوات الأخيرة، وبدأ يعني تظهر عندها موارد كبيرة في مختلف المجالات، وبالتالي هذا النمو هو مجال للعمل للشركات الكبرى في الدول اللي يعني عندها قدرات أنها تستثمر في قطاعات مختلفة في القارة الأفريقية، في التعدين وغير التعدين، في أمور في توليد الطاقة يعني، وبالتالي قطاعات عديدة الحقيقة بتمثل فرصة. القارة الأفريقية هي قارة نامية ولكن واعدة الحقيقة جدا بقدراتها الاقتصادية، خيرات وفيها خيرات كتير، اهتمام من الدول الكبرى ومن الدول اللي عندها رغبة في استثمار أموالها بشكل يعني يدر عليها أرباح طبيعي. وإحنا ك يعني دول أفريقية علينا أيضا إن إحنا نوظف يعني هذا التوجه نحو أفريقيا ونحو الاستثمار في أفريقيا لما يحقق مصالحنا، وبالتالي هذا التعاون بين أفريقيا وعدد من الدول هو يحقق مصالح الشعوب الأفريقية، وهذا ما نسعى إليه، ومصالح مشتركة أيضا مع الدول التي تسعى للاقتراب من أفريقيا بعد سنين من التهميش لأفريقيا. يعني صحيح. طيب يعني الفرق أو الرسالة إن إحنا ممكن نقولها أو تقولها روسيا بشكل واضح في ظل الظروف السياسية الحالية، إن هي بتعقد قمة أفريقية على أرضها، هل هناك من ذلك رسالة محددة؟ أكيد يعني هذه القمم يفترض أنه يحصل تبادل، وأنا أتساءل أنه في المستقبل أيضا ستستضيف إحدى الدول الأفريقية قمة روسيا أفريقيا، ولكن بالتأكيد هو نوع من التعبير عن الاهتمام وعن الترحيب بالقادة الأفارقة اللي يعني حيشاركوا في هذه القمة في سان بيترسبرغ، وأيضا يعني رمزية مدينة سان بيترسبرغ يعني داخل روسيا، موسكو هي العاصمة، ولكن سان بيترسبرغ يعني كانت أيضا عاصمة روسيا في وقت من الأوقات، وهي مدينة مهمة، وده كان لي مأزة في اختيار. ده صحيح. ويعني روسيا تهتم كثيرا بأفريقيا، هناك الكثير من الخبراء، هناك الكثير من الشركات التي لها خبرة كبيرة في العمل في أفريقيا، والنهاردة يعني نتيجة الوضع الدولي اللي يعني الوضع اللي بيمر به العالم، النهاردة أفريقيا من القارات التي تحتفظ بعلاقات جيدة مع روسيا، وبالتالي ترى روسيا مصلحة لها في المزيد من الاستثمار ومزيد من الاهتمام بالقارة الأفريقية. بس اسمح لي سيد سفير يعني ان احنا نتكلم شوية عن العلاقات الروسية المصرية، ودي علاقات يعني مهمة جدا، وكانت يعني هذه العلاقات بدأت من تقريبا 80 سنة، فازاي شايف سيادتك هذه العلاقات
الآن؟ يعني بالتأكيد هذا علاقات متشعبة، وتقريبا احنا يعني بيجمعنا التعاون مع روسيا في كافة القطاعات منذ زمن ولكن ربما في السنوات الأخيرة يعني زاد التعاون وتنوع التعاون في مجالات مختلفة. يعني الموضوع محطة كهرباء الضبع ده مشروع عملاق، ده أكبر محطة نووية روسية فارغ في الشرق الأوسط، فارغ روسيا، وهو في النهاية مشروع تنموي لإنتاج الكهرباء. احنا شايفين طبعا مع ارتفاع درجات الحرارة ويعني الحاجة والاحتياج الكبير لإنتاج الطاقة، وبالتالي هذا كده كان في استباقية بموضوع قمة المناخ ده اللي اتعمل برضو، يعني الحقيقة صحيح. كانت خطوة هامة جدا، فده مشروع كبير ويعني تنفيذه يمضي على قدم وساق، في طبعا مشروع مهم جدا ومشروع مهم. طب ايه بس يعني المؤشرات التعاونية بين البلدين؟ يعني احنا يعني عندنا ايضا مشروع كبير اخر هو لسه في مرحلة يعني اولية، مشروع المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وده مشروع ده مشروع مهم جدا. الهدف منه انه عدد من الصناعات المهمة تنتقل من جغرافيا من روسيا يعني تقوم بالانتاج في مصر وفي روسيا ايضا بالطبع، ولكن وده هيوفر كمان فرص عمل كبيرة، بس فرص عمل كبيرة هيوفر ايضا لهذه الشركات انها تكون موجودة في منطقة يعني في حاجة الى هذه الصناعات وقريبة جغرافيا على قناة السويس، بتقدر توصل لأسيا، هيساعد في زيادة التصدير طبعا مختلفة، يعني تقدر توصل لأفريقيا بشكل اسرع مما لو كانت هذه المنتجات والسلع بتأتي من روسيا، وده هيخلق قاعدة صناعية ويستفيد ليس فقط فرص عمل ولكن عملية نقل تكنولوجيا إلى الشركات المصرية اللي هتكون أيضا شريكة في هذا المشروع، لأنه من المزايا اللي بيقدمها الروس هم أنه ما عندهمش لا يمنعوا في نقل التكنولوجيا بحيث أنه ما يبقاش مجرد عملية استهلاك أو استيراد أو إنتاج، ولكن أيضا تستفيد القاعدة التكنولوجية والقاعدة الصناعية في الدول الأفريقية وخصوصا مصر، إذا طالما أن المنطقة الصناعية تقام في مصر، من عملية نقل المعرفة والتكنولوجيا، ودي مسألة يعني مهمة جدا في إطار العلاقة مع روسيا. طبعا في مجالات أخرى كثيرة، احنا بنستورد ما زلنا كمية يعني نسبة كبيرة جدا من القمح من روسيا، وفي يعني تعامل جيد من حيث يعني التكلفة والأسعار. طب من مصر بتصدر إيه لروسيا؟ احنا بنصدر يعني بشكل أساسي منتجات زراعية وفي بعض يعني الأمور المصنعة، واحنا يعني مؤخرا السنة اللي فاتت دي زادت الصادرات مصر إلى روسيا حوالي من 23% إلى 25% سنة 22 مقارنة بسنة 21، احنا بنسعى لمزيد من هذه الزيادة، لأنه في احتياجات كثيرة لدى السوق الروسية في الظروف. يعني الميزان التجاري بين مصر وروسيا هيظبط؟ يعني طبعا احنا بنسعى لتحقيق التوازن، ولكن يعني حتى الآن طبعا في فائض لصالح روسيا، ولكن اتصور انه بتطور الصناعة في مصر وبالمشروعات التي ننفذها في مصر هنكون قادرين على تصدير منتجات اكثر، واحنا قدامنا فرصة في الوقت الحالي لان السوق الروسية يعني محتاجة الى الكثير من السلع، وهناك دول كثيرة زادت ويعني تضاعفت الاحتياجات زادت، واحنا قدامنا فرصة وتحيدينا فرصة يعني هذه مناسبة ومناسبات أخرى بتكون يعني مناسبة لتشجيع رجال الأعمال والشركات المصرية إنها تأتي إلى روسيا تشارك في معارض الملابس مثلا من المنسوجات من القطاعات التي يمكن أن منسوجات
نزيد من صادراتنا. مصر عندنا في اهتمام كبير بهذه الصناعة يعني. صحيح. ويعني كان في من حوالي شهر وشوية كان في معرض هنا وشاركت فيه بعض الشركات، معرض المنسوجات، وشاركت فيه بعض الشركات المصرية، نسعى من خلال المكتب التجاري للسفارة انه حول يعني انه ينشط هذا الامر، هذه الاتصالات الى يعني انجاز بعض الصفقات اللي تبقى بداية لتعريف صناعات المنسوجات بالسوق الروسية وتعريف السوق الروسية بالمنسوجات. على فكرة دي امور مبشرة جدا يعني، اكيد السادة المشاهدين لو ما يعني مركزين وبيسمعوا الكلام ده وفاهمينه كويس، ده الحقيقة انا شايفة انه شيء مبشر جدا للناس، لانه ده خير لمصر يعني. وكمان صناعة المنسوجات يعني هتبتدي تتصدر بهذا الشكل، ده مؤشر حلو جدا يعني. والله احنا يعني بنسعى وبيهمنا ان يعني القطاع الخاص ايضا، والحقيقه هم يعني في اهتمام. اتحاد الصناعات برضو احنا يعني على اتصال بالمهندس محمد السويدي، وطبعا معالي وزير التجاره والصناعه كان موجود في سان بيترسبرغ بمناسبه المنتدى الاقتصادي السنوي اللي كان في شهر يونيو اللي فات، ويعني التقى بنظيره والتقى بعدد من الشخصيات الروسية، وأيضا في إطار التنسيق مع اتحاد الصناعات بنحاول نشوف إيه هي الصناعات والسلع المصرية اللي ممكن تصدر. أنا خدت يعني المنسوجات كمثال، ولكن أعتقد أن في سلع كثيرة احنا بنصدر لروسيا بحوالي يعني سنة 22 طلبنا من حوالي 700 مليون دولار، كنا في السنوات الأخيرة ما بين 450 و 500. طب حضرتك بتدينا يعني كلام كله بشر خير مليون، فيعني بنعمل انه يعني يكون في نشاط لمضاعفة الصادرات الاستمرارية المصرية الى روسيا، رغم ان في بعض الصعوبات في يعني مسائل تتعلق بوسائل السداد في الاتجاهين، ولكن يعني بنحاول نتعامل معها بحيث انها يعني نجد حلول ليها ان شاء الله. شكرا جزيلا. وفقك سيادة السفير. شكرا جزيلا. شكرا. السادة المشاهدين، وبكده خلص حوارنا وتغطياتنا مستمرة. مشاهدينا اهلا بكم. عندما نتحدث عن القمة الروسية الإفريقية فلازم نتوقف بلا شك عند الدور المحوري اللي لعبته مصر في تأسيس هذه القمة عندما عقدت للمرة الأولى في مدينة سوتشي عام 2019 لتكون انطلاقة لمرحلة جديدة من العلاقات الإفريقية الروسية في إطار رؤية مصر لأهمية العمل الجماعي الإفريقي الموحد مع القوة الكبرى بما في ذلك روسيا أو دول أخرى زي الصين أمريكا. ويمكن القمة الأفريقية الروسية تكتسب أهمية كبيرة هذه المرة كونها تأتي في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. ويسعدني ان احنا نتحدث بشكل مفصل اكثر حول هذا الحدث المهم مع ضيف الدكتور عمرو الديب الاستاذ المساعد ومدير شؤون الشرق الاوسط بالاكاديميه الرئاسيه الروسيه. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا فندم، واهلا بالساده المشاهدين. اهلا وسهلا، اهلا بك في 90 دقيقه. تشرفنا بحضراتكم. اهلا وسهلا. دكتور عمرو، خليني أسألك في الأول قبل ما نبدأ، عايزين نعرف ما هي الأكاديمية الرئاسية الروسية؟ الأكاديمية الرئاسية الروسية هي تابعة بشكل كامل للإدارة الرئاسية الروسية وهي للرئيس الروسي. الإدارة الرئاسية هي مؤسسة كبيرة جدا يعني تشبه الديوان الرئاسي، الديوان الملكي وما إلى ذلك. تخصص هذه الأكاديمية هو يعني تكوين، يعني بتعمل ايه؟ تكوين الكادر الإداري والسياسي، وفي
في بعض الأحيان الأمني للاتحاد الروسي في جميع المناصب وجميع التخصصات والتخصصات. خلينا نروح للقمة وتكلمني بقى عن أهمية هذه القمة ودور القيادة السياسية في هذه القمة. لازم نبتدي مش من 2019. مش ما هنبدأ بقى من إمتى؟ مش من أول مش من أول قمة روسية أفريقية. وعلى فكرة ودي ما كانش اختيارها بشكل عبثي. تم اختيار ميعاد هذه القمة 2019 في فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. يعني لم يكن عبثا اختيار هذا التوقيت نهائيا. ده حقيقي. تم اختيارها بسبب قيادة مصر ورئاسة مصر فيها في فترة 2019 وأثناء رئاسة السيد الرئيس للقمة الاتحاد الإفريقي. بالضبط. ما كانت مصر وبالتالي الرئيس المصري هو رئيس الاتحاد الإفريقي. لذلك لم يكن اختيار روسيا توقيت 2019 عبثي، ولكن تم اختياره بعناية كبيرة جدا، وهي أن مصر في هذه الفترة كانت رئيسة للاتحاد الأفريقي، وبالتالي الرئيس المصري كان رئيسا للاتحاد الأفريقي. ولكن عايزين نبدأ من 2013. 2013 إيش معنى نبدأ من 2013؟ 2013 بدون أي تضخيم وبدون أي أمور ممكن من خلال نظرتنا الأمور ديت نضخمها. من 2013 مصر فتحت أبواب الشرق الأوسط كله أمام الاتحاد الروسي. ولم تكن موسكو. لا معلش انا عايزه حضرتك توضح اكتر. يعني من عمل ما قبل عام 2013 أيه. كانت العلاقات الروسيه العربيه متوقفه على ارث العلاقات السوفيتيه العربيه. بل على العكس، كان هناك بعض الدول التي يعني تكن العداء او بعض العداء للاتحاد الروسي ايضا بسبب الارث السوفيتي والارث الشيوعي وما الى ذلك، ومشاركة بعض الدول العربية في الحرب الأفغانية ودعم الأفغان ضد الاتحاد السوفيتي وما الى ذلك. ولكن بعد عام 2013 بعد زيارة وزير الدفاع هنا عبد الفتاح السيسي، المشير عبد الفتاح السيسي الفريق الأول في نوفمبر، كان وقتها الفريق الأول عبد الفتاح السيسي في نوفمبر 2013 يعني بعد ثورة النظرة تغيرت بعد ثورة 30 يونيو بحوالي 3 اشهر أو 4 أشهر. بالزيارة ديت العلاقات الروسية المصرية يعني فتحت أبواب جديدة جدا على مستوى العلاقات الصينية وعلى مستوى العلاقات الروسية العربية. لذلك بعد كده مباشرة لقينا تطور غريب للعلاقات الإماراتية الروسية، لقينا تطور غير مسبوق للعلاقات السعودية الروسية، زيارة أول ملك في التاريخ سعودي لموسكو، زيارة ولي العهد السعودي مرات عديدة لموسكو، والعكس صحيح الرئيس فلاديمير بوتين للمنطقة. يعني أفهم من كلام حضرتك يا دكتور أنه مصر لها دور مهم جدا في إعادة العلاقات العربية الروسية. بدون نقول أو عبارة أخرى لا يمكن لروسيا تقوية علاقاتها مع المنطقة العربية وإفريقيا بدون مصر، لأنها بكل صراحة هي البوابة الرئيسية للاتحاد الروسي للدخول للمنطقة دي لتطوير علاقاتها مع المنطقة العربية والأفريقية. يعني والأفريقية بالطبع هذا أمر يعني مش عايزين حد يتهمنا عشان إحنا مصريين. طيب. إحنا منضخم، لكن دي حقيقة فعلا واضحة. طب لماذا تعتبر روسيا أن مصر هي البوابة؟ مصر هي البوابة. مصر لو بصينا على الخريطة هي في منتصف العالم. مصر تاريخ، مصر قوة بشرية يعني غير محدودة، قوة جيوسياسية وجيوستراتيجية في منطقة من أهم مناطق العالم، قلب العالم والشرق الأوسط. ومصر لو نظرنا لها، لو نظرنا لموقع مصر هي في المنتصف بالضبط من بين الشمال والجنوب بين الغرب والشرق. فكيف لأي دولة حتى ليس الاتحاد الروسي أن بس حضرتك بتكلمني جغرافيا. الجغرافيا هي السياسة. هل تعتقد يعني أنه العلاقة التي تربط بين الرئيس بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي يعني هو ده السبب الرئيسي؟ هذا عامل آخر ولا يمكن إغفاله أبدا. عامل العلاقة الشخصية بين الرئيس فلاديمير بوتين وغيره من القيادات الدولية هو عامل مهم جدا في العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية والاقتصادية بين روسيا وبين الدول الأخرى. ولكن بالإضافة إلى ذلك مصر قوة
غير طبيعية في المنطقة. لا يمكن لأي قوة حتى غير روسيا، يعني الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، أي قوة في العالم لا تستطيع الدخول إلى هذه المنطقة بدون البوابة المصرية. طيب ماذا تنتظر أفريقيا من هذه القمة؟ يعني أنا لو أتمنى من حضرتك لو نقول ماذا تنتظر روسيا من هذه القمة؟ ما أنا برضو ده السؤال اللي بعده. هو السؤال بعد إذن حضرتك. بس حب أعرف. لأن روسيا تنظر لهذه القمة في كتوقيت، كظرف مكان وظرف زماني للعالم الذي نعيشه الآن. طبعاً. بأن أفريقيا هي يعني اتجاه في غاية الأهمية للقيادة الروسية في تطوير علاقاتها الثنائية وتطوير علاقاتها. يعني أنت عايز تقول لي إنه روسيا مهتمية أكتر من الدول الأخرى الأفريقية بالتحديد عن تبادل بين الدولتين والقارة السمراء؟ روسيا مهتمة أكثر بالطبع. ليه؟ لأن روسيا تريد بناء عالم جديد، عالم قائم على تعدد الأقطاب وليس القطب الأوحد كما كان في آخر 30 عام، معتمد على الولايات المتحدة الأمريكية فقط. روسيا تريد أن تغير هذا العالم بشكل أو بآخر، بتعاونها مع الصين، بتعاونها مع الهند، بتعاونها مع مصر، بتعاونها مع جنوب أفريقيا، البرازيل، الأرجنتين، كعلاقات ثنائية، بالإضافة إلى الاتحادات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي، اتحاد دول أمريكا اللاتينية، مجموعة شنغهاي للتعاون، مجموعة البريكس، منظمة البريكس الاقتصادية. طيب إيه دور مصر في الخطط الروسية؟ الخطط الروسية زي ما قلت حضرتك بدون البوابة المصرية لن تستطيع روسيا أو غيرها الدخول إلى هذه المنطقة، زيادة النفوذ، زيادة التأثير في هذه المنطقة. لذلك مصر بموقعها الجغرافي لصدق مصر يعني؟ للإمكانيات مصر، مصر دي إمكانيات بشرية، إمكانيات جغرافية، إمكانيات تاريخية، إمكانيات عسكرية، إمكانيات كثيرة جدا، أو عناصر القوة المجتمعة تعطي لنا العنوان العريض جمهورية مصر العربية في الجغرافيا السياسية العالمية. فالعناصر كثيرة، عناصر القوة كثيرة جدا تملكها مصر من أجل أن يكون دورها بالغ الأهمية في العالم ككل. هذا أمر ليس وليد هذه الأيام، ولكن هو عنصر تاريخي تملكه مصر منذ آلاف السنين حتى الآن. طبعا تزداد وتختلف بقوة القيادة السياسية، بتنوع فكرة القيادة السياسية في العلاقات الخارجية والقوة العسكرية والقوة الاقتصادية وما إلى ذلك. نعود لسؤال حضرتك، هو مصر على خريطة المصالح الروسية ماذا تستطيع أن تقدم أو ماذا تستطيع أن تستفيد أو أن تحصل؟ مين يستفيد من مين؟ مصر الأول تستفيد من روسيا. مصر إزاي ممكن تستفيد مصر من روسيا؟ طبعا في مركز الحبوب، نعلم أن صفقة الحبوب تم إنهائها منذ أيام قليلة جدا. عندنا مشكلة الحقيقة بعد الحرب يعني. ليس فقط حبوب مصر، لكن مصر قادرة بموقعها الجغرافي، بقناة السويس، بقربها من جميع الأسواق العالمية. هناك رغبة روسية أكيدة في أن تكون مصر هي مركز تصدير الحبوب الروسي للعالم، لأفريقيا ولأمريكا اللاتينية، والموقع الجغرافي لمصر وقناة السويس تسمح لمصر بالقيام بذلك، وهذه رغبة روسية حقيقية. ده هيكون في المنطقة الصناعية؟ مش لازم يكون دي منطقة صناعية، مش لازم يكون في منطقة صناعية، لكن مصر تمتلك موانئ كثيرة. يعني أقدر أقول إن إحنا في المستقبل هيكون عندنا اكتفاء من نفسنا ومش هنبقى محتاجين إن إحنا نستورد القمح من روسيا؟ إحنا سنكون مركز لإعادة تصدير القمح الروسي كمان؟ طبعاً. وده ممكن يتنافس في خلال قد إيه؟ لو تلاقت الرغبات بشكل حقيقي ممكن في أقل من شهور قليلة جداً ممكن نحصل. بالطبع. طيب يعني القمح فقط ولا في أمور أخرى؟ الأسمدة أيضا. الأسمدة والحبوب هي عناصر للأمن الغذائي العالمي، لذلك حتى العنصرين. إحنا على فكرة افتتحنا أكتر من مصنع في الأسمدة يعني في بالطبع مصر. لكن المواد الخام، روسيا رقم واحد في المواد الخام، في تصدير المواد الخام الخاصة. طب ده هيعود على روسيا بحاجة؟ هيعود على روسيا طبعا بفتح أسواق للأسواق الخارجية، لأن حاليا الأسواق دي بتتفتح لنا احنا مش هتفتح لروسيا خلاص. ما هو احنا هندي لروسيا، يعني هنستقبل منهم الأسمدة، هنستقبل منهم القمح. ايوه والحبوب. بعد ما انا كان عندي ده ادي لبلد تانية واخد منها من هبيع. ما هو اعادة التصدير او الهب دي بتعني هذا
استيراد القمح وإعادة تصديره. طيب خلينا يا دكتور عمرو نروح بقى لمسار العلاقات المصرية الروسية. 80 سنة من العلاقات الدبلوماسية، يعني إزاي شايف هذه العلاقة؟ علاقة طبعا في غاية الأهمية، من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط اللي أقامت علاقات مع روسيا من الاتحاد السوفيتي، يعني منذ أكثر أو حوالي 80 عام. في شهر أغسطس القادم ستتم 80 عام على العلاقات الدبلوماسية المصرية الروسية. مرت طبعا بفترات ازدهار كبيرة، فترات انحصار أيضا كثيرة، ولكن ما نعيشه أو في الفترة الحالية التي نعيشها وبعد عام ما بعد عام 2013 ودخول العلاقات المصرية الروسية في مرحلة حتى يمكن مقارنتها بمرحلة الستينيات القرن الماضي من حيث القوة، ولكن وحتى أكثر، يعني لم يكن مثلا موجودا صيغة 2 بلس 2 الاجتماعات الدورية التي تتم بين روسيا ومصر في صيغة 2 بلس 2 وزير الدفاع ووزير الخارجية، ودي اجتماعات دورية بتتم اجتماع في روسيا في موسكو واجتماع في القاهرة، ودي أمر أو صيغة في غاية الأهمية بالنسبة للسياسة الخارجية الروسية، لأنها كانت تتم بين فقط 7 دول في العالم. سبع دول في العالم، ومعظم هذه الدول الآن أصبحت في خانة الدول غير الأصدقاء، فتظل مصر وعلى ما أظن البرازيل والصين التي يعني تمتلكان هذه الصيغة من حيث الناحية الدبلوماسية بين مصر وروسيا. أيضا في الفترة الأخيرة في آخر 10 سنوات تم يعني تطوير غير طبيعي للعلاقات مثلا العسكرية، مناورات بحرية، مناورات عسكرية وبرية عديدة قامت، ولأول مرة في التاريخ أنا لا ننسى مناورات جسر الصداقة تمت لأول مرة في التاريخ في البحر الأسود، قوات بحرية مصرية انتقلت البحر الأسود لأول مرة في التاريخ، وأيضا قوات روسية أيضا في البحر الأبيض المتوسط، وأيضا هناك مناورات تمت على مستوى القوات البرية، القوات الخاصة. هذه أمور يعني تحدث لأول مرة في التاريخ، حتى في أوج العلاقة القوية بين روسيا بين الاتحاد السوفيتي ومصر لم تتم مثل هذه المناورات، ولكن في آخر 10 سنوات تمت هذه المناورات. أيضا تم إمداد مصر بأحدث أنواع الأسلحة خصوصا على مستوى الدفاع الجوي. طيب خلينا نتكلم عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعيدا بقى عن العلاقات العسكرية. أوكي. يعني إزاي شايف هذه العلاقة في الظرف الزماني الحالي في العالم؟ هناك فرص غير مسبوقة لتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية، ليس فقط على مستوى الصناعي كما قلت، ولكن على مستوى أن تكون مصر مركزا لتصدير الحبوب الروسية، مركزا لتصدير الأسمدة الروسية لأفريقيا والدول أمريكا اللاتينية على سبيل المثال. طب ومستقبل المنطقة الصناعية الروسية؟ المنطقة الصناعية الروسية بالطبع أيضا هناك حديث وهناك إجراءات يتم اتخاذها بشكل حسيس لهذه المنطقة، وجذب استثمارات قوية، نقل مصانع روسية إلى هذه المنطقة، هي منطقة في الأساس صناعية، ووجود المصانع الروسية في هذه المنطقة ستحل العديد من المشاكل التي تواجهها المصانع الروسية حاليا بسبب العقوبات، بسبب يعني عدم وجود بنوك روسية في منظومة سويفت العالمية، بسبب وجود مشكلات لوجستية كبيرة جدا للصناعة الروسية، فمسألة نقل الأصناع ويتم حركة. قصدك أنه يتم التصدير من مصر؟ بالضبط، ستكون صناعة في مصر، لأنها ستكون على ضفاف قناة السويس باستثمارات روسية، باستثمارات روسية كاملة لأنها مصانع روسية، ولذلك تسمى المنطقة الصناعية الروسية. وده هيتم النقاش فيه في هذه القمة؟ يعني يتم وضع الخطوة، يعني اللمسات الأخيرة يمكن، لأن المنطقة الصناعية بالفعل موجودة إن شاء الله، ونشوف نتائجها بإذن الله. بشكرك جدا دكتور عمرو الديب، وأتمنى يعني أنه إحنا نتقابل ونلتقي بعد القمة ونتابع تنفيذ النتائج إن شاء الله. شكرا، بشكرك بإذن الله. شكرا، شكرا. القمة الإفريقية الروسية مستمرة وانظار العالم على سان بطرسبرغ. 49 بلد إفريقي ممثل في هذه القمة، و17 زعيم على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
كان ليه تصريح مهم في بداية القمة، قال إنه روسيا متمسكة بمواصلة تطوير العلاقات مع البلدان الإفريقية، وإن هي بتحفز التجارة والاستثمار، وكمان عايزة تساعد في مكافحة الفقر وتعزيز سيادتها. كمان أكد على إن التعاون مع إفريقيا وصل في السنوات الأخيرة لمستوى جديد وقوي وعالمي، وروسيا مهتمة جدا بأنها تطوره وتشتغل مع الدول الإفريقية على قضايا كثيرة جدا زي مكافحة الفقر، ضمان الأمن الغذائي، محاربة التغير المناخي. أنا النهاردة معايا في هذه الفقرة دكتور مسلم شعيتو، المعلق السياسي. مسلم شعيتو محلل الميادين للشؤون الروسية. مساء الخير يا فندم، وأهلا بك في 90 دقيقة. مساء الخير، أهلا فيكم في مدينة سان بطرسبورغ العاصمة الثقافية لروسيا. عايزة أسأل حضرتك سؤال، هل أو إيه أهمية القمة الأفريقية الروسية على المستوى العالمي؟ هذه القمة تأتي في ظروف استثنائية تمر بها البشرية، على خلفية الطرح الروسي المتقدم بأن تكون البشرية متعددة الأقطاب. القارة الإفريقية تمتلك كل مقومات أن تكون قطبا أساسيا، ليس فقط جغرافيا إنما اقتصاديا وسياسيا وثقافيا. هذه القارة تمتلك مقومات أخرى ثقافية تاريخية أهملت لفترات طويلة نتيجة الاستعمار. حضرتك تقصد قارة أفريقيا؟ قارة أفريقيا نعم، أهملت نتيجة الاستعمار ونتيجة للنهب الذي كان منظما لخيرات هذه القارة. من مين؟ هذا النهب كانت تمارسه الدول الغربية قاطبة دون استثناء، وفي المحصلة بدأت الولايات المتحدة تكون ناهبا أساسيا أيضا ولاعبا. يعني ما كانش ديل زي ما بيحصل دلوقتي، ولا تبادل، ولا ما بنفع واستنفع زي ما بيقولوا، كان نهب وبس، استغلال. لم يكن يوما من الأيام هو علاقة تبادلية، استعمار يعني، استعمار بكل معنى الكلمة. نهبوا هذه المنطقة، وأيضا العبيد الذين كانوا يذهبون بهم إلى أوروبا وإلى أفريقيا وإلى أمريكا لبيعهم في الأسواق البشرية أعتقد استمرت، ولكن بطريقة أخرى. في وعودة أسواق الرقيق مرة أخرى، وعادت أيضا عادت تجارب على البشر والاستغلال في أفريقيا وتدميرها جغرافيا وبيئيا، وإشعال الحروب داخل أفريقيا، وكما يحصل في السودان، في ليبيا، في مناطق مختلفة. كل ذلك يؤكد على أن طرح تعدد الأقطاب قد يعطي فرصة لهذه القارة أن تكون لاعبا مهما، ليس فقط كما قلت سياسيا إنما اقتصاديا وثقافيا. وفي هذه القارة هناك دول ممكن أن نسميها مفتاح العلاقات، ما بين دول العالم وأفريقيا، ما بين روسيا وأفريقيا ومصر، أحد أهم المفاتيح والأبواب الأساسية للدخول إلى هذه القارة. طيب دكتور، أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، يعني الطرح اللي حضرتك طرحته بالنسبة لروسيا، أعتقد أنه اختيار المكان جغرافيا اللي هو سان بطرسبورغ بيتلائم مع هذا الطرح، ولا حضرتك رأيك إيه؟ نعم، هذا سؤال جيد جدا وملاحظة مهمة، حيث أن مدينة سان بطرسبورغ تاريخيا هي العاصمة الروسية للإمبراطورية الروسية. وهذه المدينة يعني كما معروف للجميع كانت ترتبط بالشرق الأوسط وفي القارة الأفريقية وفي مصر تحديدا، حيث أن اللغة العربية دخلت إلى روسيا عبر المفكر والرجل الدين الشيخ العربي عياد الطنطاوي، وأسس الكلية الشرقية هنا، وانتقلت إذن وتخرج منها آخرين كثر. يعني كل المتحدثين جيدا في اللغة العربية تخرجوا من هذه الكلية، والمستشرقين ومنهم مدير الإرميتاج بيتروفسكي وعدد كبير من السياسيين والأكاديميين. إذن هذه العلاقة تاريخية ما بين مدينة سان بطرسبورغ من الإمبراطورية الروسية وصولا إلى أيام الاتحاد السوفيتي حتى الآن، مع
القارة الإفريقية وتحديدا مع مصر. طيب ما هو الفرق بين قمة 2019 و 2023؟ يعني 2019 كانت تأتي في ظروف البشرية لم تكن تعيش هذه الأزمة، وكانت يعني خطوة كانت أولى. أسهل كانت, كانت أفضل؟ أسهل نعم حكما أسهل دلوقتي في ظل الحرب الأوكرانية الروسية وطالعين من كورونا، يعني اقتصاديا البلاد كلها تعبانة. ليس فقط اقتصاديا الذي ينعكس على كل البشرية نتيجة لما تقوم به الدوائر الغربية من حصار واضح تماما ليس فقط على روسيا إنما على كل دول العالم. إذا كنت حضرتك بتقارن بهذا الشكل، طب ليه التوجهات أو المخرجات بتاعت القمة 2019 لم تنفذ؟ نعم هناك لابد الأخذ بعين الاعتبار الضغوطات. مثلا هذه القمة حتى اليوم تمارس ضغوطات على الدول الإفريقية وعلى الزعماء الأفارقة من قبل الغرب والولايات المتحدة أن لا ينفذوا أن لا يحضروا حتى هذه القمة فعلا؟ حتى اليوم. وبالمناسبة يعني ابتدعوا زيارة وزير خارجية أوكرانيا في هذه الفترة لأفريقيا لكي يعيقوا جزء من وصول الزعماء ووزراء الخارجية إلى روسيا. إذن هنا هذا صراع دولي يتمثل أحد أجنحته في الساحة الإفريقية والشرق الأوسط. طيب ماذا ستقدم إفريقيا لروسيا وماذا تنتظر روسيا من إفريقيا؟ يعني العلاقات دائما مبنية على المصالح ولا ننكر ذلك. نحن لا يجب أن لا ننسى وأحيانا نتناسى نتيجة للإعلام الغربي أن أفريقيا لا تستطيع تقديم شيء، العكس تماما. أفريقيا هي سلة الغذاء العالمية ومنها السودان. أفريقيا تمتلك موارد أولية مهمة جدا في كل المجالات، إن كانت منها الغاز والنفط والذهب وما إلى ذلك، المواد الغذائية من المنتجات. أيضا أفريقيا هي دولة شابة، أغلب السكان في أفريقيا هم شباب ويستطيعون أن يكون يد عاملة مهمة فاعلة منتجة في كل الاقتصاديات طيب العالمية. كيف ستستغل روسيا هذه يعني الثروات التي تمتلكها إفريقيا سواء زراعية أو غاز أو بترول معادن؟ يعني لنأخذ مثلا تاريخيا السد العالي. طيب. السد العالي بنته روسيا واستفادت منه مصر، لكن روسيا أيضا جدال. لكن روسيا استفادت من خلال علاقة سياسية مع هذه الدولة الكبرى التي تساعدها في المجال الدولي. أيضا استفادت من الموارد التي بدأت تنتجها مصر، ونحن نعرف أيام الاتحاد السوفيتي البرتقال كان يأتي من مصر، البطاطا كانت تأتي من مصر، وحتى لحد دلوقتي. إذا هناك المشاريع المتبادلة ستكون لها منفعة أيضا متبادلة ما بين مصر وما بين الدول الأفريقية، وتستطيع الدول الأفريقية أن تقدم. نعم هناك أفكار نمطية أن هذه دول فقيرة دول معدومة، ليس صحيحا. إذا ما أعيد لأفريقيا رأس المال المسروق تكون لها قوة شرائية أقوى من أوروبا وأقوى من أمريكا. ماذا تقصد من رأس المال المسروق؟ نعم كل الإنتاج الأفريقي مودع في بنوك أوروبية، كل الذي يباع في أفريقيا عبر السويفت الأمريكي أو عبر البنوك الغربية، وهناك تودع هذه الأموال. لا تستطيع استعمالها الدول الأفريقية للتنمية إلا إذا سمحت بها الدول الأوروبية. إذا هذه يعني أنا كأني بشغلك موظف عندي واجي أقول لك أنا مرتبك شايله لك عندي، كل ما تيجي تسألني أقول لك لا أنا شايله لك عندي بحوشك. أيوة حوشك أحسنت. هذا هو إذا ما أعيد هذا إلى أفريقيا ليس أموالا، أعيد بنية تحتية عندها ستكون قارة. ما هي اللي أنا أصدت بها التنمية المستدامة؟ نعم التنمية المستدامة بنية تحتية، وهذا ما تحدثنا عنه عن مشاريع مصر، عفوا مشاريع روسيا ومشاريع الصين في أفريقيا، وآخرها مشروع الضبعة في مصر الذي سينتج طاقة كهربائية رخيصة مجانا تسترد من الإنتاج لاحقا. ده صحيح، لكن أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. الاستراتيجية فكرة أنه مصر هي البوابة فتبدأ بالقمح زي ما ذكرت سيادتك، كيف يتم ذلك أو ما هي رؤيتك في هذا الملف؟ نعم مسألة القمح مسألة سياسية دولية تضغط الدول الغربية بكل ما تمتلك من طاقات. أولا
بإمكانية منع البواخر الروسية من التنقل في الموانئ الأوروبية، على خلفية أن هذه البواخر غير حاصلة على بوالص تأمين من لندن، لأنه التأمين حاليا في لندن. إذا روسيا استطاعت حل هذه المسألة تستطيع البواخر حاملة للقمح أن تنتقل إلى المرافق المصرية. ما هي الأطروحات لحلها؟ نعم، الرئيس بوتين تحدث عنها قائلا للحكومة أن تبحثوا عن بدائل للتأمين، أن تبحثوا عن حاملات للقمح، وأن تنتقل هذه الحاملات إلى أفريقيا وتحديدا عبر البوابة المصرية. إذن أعتقد هذا ممكن، ممكن، لكنه معلش هنا يعني عن طريق قناة السويس مثلا، المرافق المصرية وقناة السويس هي مرفق مصري تبر إلى البحر الأحمر، ومنها تنتقل إلى دول أخرى، وأيضا إذا أوقفت في المرافق المصرية من أجل انتقالها إلى داخل أفريقيا عبر الطرق الموجودة، صحيح ما زالت بدائية لكن هناك مشاريع ضخمة لبناء طرق داخلية، بنية تحتية داخلية تستطيع أن تلعب هذا. الرئيس متبني هذا الموضوع أنه يكون في ربط بين اسكندرية وبين جوهانسبرغ في أفريقيا. نعم نعم، هناك إمكانات ضخمة لأفريقيا، هذا ما نحن لا نعرفه، لكن هو واقع يجب العمل عليه. روسيا ترى في هذه القارة مع الشرق الأوسط العربي امتدادا طبيعيا لروسيا، أقرب للعالم لروسيا هو العالم العربي الذي كل تاريخه لم يحدث أي إشكال بين العالم العربي وروسيا. بشكرك جدا. شكرا.